السلام عليكم، معاكم سالم من قناة سماري، واليوم وصفتنا البيض الياباني. أول شي نعزل البياض البيض عن صفار البيض، وللأسف أنا شريت الإكسبريتر هذا بس طلع ما منه فايدة، وشوفوا مكتوب إكسبريتر بس للأسف ده ما منه فايدة. برجع حق أقدم طريقة لعزل صفار البيض عن بياض البيض، وهي الطريقة اليدوية، ولازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، ولازم يكون دافي لأن البيض البارد حيل صعب فصله. فبعد ما عزلنا صفار البيض نحط شوية ملح، نخلط المكونات ونضيف كم قطرة فانيليا، ونكمل خلط المكونات تقريبا 30 ثانية، ونحط 3/4 ملعقة سكر على بياض البيض، ونخلط المكونات بالماكينة تقريبا دقيقة ولدقيقة ونص لين نوصل على قولتهم الستيف بيكس، ونوقف خلط لما يوقف معانا بياض البيض بهذه الطريقة، لأن إذا كملنا خلط راح يرد سائل مرة ثانية ويخرب. بهذه المرحلة نضيف صفار البيض على بياض البيض، ونخلط المكونات شوي شوي لأن ما نبي نطرد فقاعات الهواء اللي جمعناها من الخلط. فأول ما نحس إن نخلط صفار البيض مع بياض البيض نوقف خلط على طول، نحط زبدة في المقلة على نار هادية جدا، ونتأكد إن وزعنا الزبدة حتى على الأطراف نفس هذه الطريقة. نصب خليط البيض عليها ونحاول نوزع الخليط على كل الأطراف. بعدين نغطي المقلة ونخليها تقريبا من 4 إلى 5 دقائق. عقب ما يستوي البيض من تحت نحاول نصفط البيض على بعضه، ومثل ما تلاحظون البيضة عندي خربت من صوب، بس لا تخافون لأن نقدر نردها مكانها، ومع شوية ضغط وتسخين راح ترد نفس ما كانت. ونحاول نخلي الوجه السائل من البيض على المقلة ونضغط عليه عشان يستوي لأن للحين سائل. وبعد دقيقة تقريبا من التدوير راح نوصل حق المرحلة اللي نبيها، فشوفوا الشكل النهائي مال البيض. واحلى شيء انه يبين لك ان الكمية كبيرة مع انه بس كان 3 بيضات، والصراحة طعم البيض حيل لذيذ، واتمنى ان الكل يجربه.